السلام عليكم متتبعي قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء أه ومعنا القصة اللي أكيد غتكونوا كلكم عقلتوا على الأطوار ديالها الجريمة اللي كانت وقعات في الميناء مدينة الدار البيضاء واللي مشى ضحيتها حارس ليلي وخلى وراه وليدات تبعنا هذيك المأساة وتبعنا الانهيار ديال الزوجة وتبعنا التفاصيل كلها الحمد لله الزوج تدفن ولكن كاينين تطورات في القضيه خليكم معنا نعرفوا شنو وقع من بعد وايضا باش نوجه لكم واحد النداء لهذه السيده هذه الارمله اللي خلى لها الزوج شحال خلى الوليدات ثلاثه جوج بنيات وولد ونخليكم معنا تعرفوا تفاصيل ديال هذا الواقعه السلام عليكم السلام ورحمه الله كيف بقيتي الحمد لله اختي الحمد لله شنو دابا شنو شنو وقع شحال كانوا مشدودين خمسه كانوا مشدودين خمسه يا كانوا مشدودين اربعه ومعاهم دريه اربعه ومعاهم دريه ديك الدريه هي اللي كان كيقول كي لها عتقيني عتقيني اه كيقول كي لها عتقيني عتقيني حلت عليه الباب قالت لي راه قلت لي خرج ولكن هو مقدرش يخرج. قاتي ما يخرج قالت لي ما عرفتش بانه راه كان مكتف تداز مده عاد عرفات حتى التحقيق عاد عرفات واخا الوقت اللي حلات عليه الباب كان شاعل العافيه قالت آه لي كي حليت عليه الباب كنقول لي خرج خرج قالت لي تجهد العافيه قالت لي انت براسك الا كنتي واقفه ما تقدريش تدخلي قالت لي ما تلومينيش انت براسك الا كنتي واقفه تما ما تقدريش تدخلي وعلاش ما ديكلاراتش اه والله ما عرفتش انا اختي ما عرفتش شاطي مزال ما بلغاتش هي ماشي لي بلغات لا ما بلغاتش انا ديك الهضره قالت لي انا والله شاد عليا والله العظيم مش عاد قالت لي الهضره قالت لي غوت بزاف كيغوت ولادي ولادي امي امي قالت لي سابقا كي غوت بزاف تسكت حرارة ديال الموت ديال العافيه قالت لي غوت على ولادو بزاف يعني حضرت لي هو كيتشوى في العافيه حضرت حضرت لي قالت لي راه كان بزاف ديال الكرتون داك كونتينر شي واحد موجد ديك الجريمه كرتون بزاف قالت لي من برا و... وسورتو عليه مسورت عليه فهمتيني قالت لك محلات الباب محلاته غير بزز شحال ويا مضربه مع الباب عاد حلاته مكتف قالت ب... آه قات... قالت لي راه كان مكتف قالت لي ما نصحبوش كان مكتف قالت لي كنت نصحبو مكتف قالت لي بقيت كنغوت حدا ستاسيون وكنعيط لعباد الله عتقو عتقو, عتقو. قالت لي حتى واحد ما ما عتقو دابا شنو خرج التقرير ديال الطبيب الشرعي؟ خرج بانه ميت ميت مقتول ماشي موت الله مات بالحرق مات بالحرق قال لك ماشي تقتل كتفوه ميت قتلوه عاد حرقوه انا الكوميسير قال لي قلت لي واش كان ميت قتلوه عاد حرقوه قال لي لا ميت هو وحي ميت هو حي سولت انا في صحاب لابيجي قال لي قول لي محروق هو حي ماشي ميت هو حي يعني التحرق هو باقي في الحياة باقي في الحياة بحال مكتف وشعلو فيه العافية وكاينة مادة حارقة راه كاين تنديرو غادي نقول لك الوراق هو فيه كلشي الوراق غادي يجيني واحد الورقة غادي تجيني فيها كلشي غادي نلوح لك ما عندكش دابا لا دابا ما كاينش الله غير حاليا إذا داروا ليه شي برودوي اللي قابل شي, شي مادة, مادة اللي قابلة للاحتراق بحال كما قلتي ديليو ولا شي حاجة بحال هكا ياك إوا المهم اللي دازت الشهر هذيك مرات الأرض اتصلت بيا حيت أنا كنمشي نقلب تما يوميا كنقلب 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 عليها يوميا ما ما لقيتش شي خيط يوصلني عندها الدريه اللي كانت مشدوده لا السيده اللي خدام عندها راجلي أه. ده عليا عندي انا مسجله لها المكالمه ديالها هي مسجله عندي قالت لي الو دوزي ليا السي محمد قلت لها محمد الله يرحمه على زعما ما المهم راه عندي التسجيل هو عندي ماشي الدليل هو عندي مسجله لها <applause> المكالمه ديالها قالت لي واش حطيتي شي عساس في ديك الارض واش انا في المود ديال راجلي ولا فاش نحط العساس في ديك الارض نقول لها راه خلى ثلاثه الوليدات وخلاني كاريه والله الا مولا الدار كل نهار كتجي دير ليا الشوا هنايا على على الكرا وداك الشيء القوت اليومي راه كتقاتلي باش كديري ولكن الكرا كيتجمع دابا الكرا راه كيتجمع والموضو كيتجمع كي الله يسلم والله الدارك والله العظيم ما كل نهار كدير لي الشوهه هنايا ايوا ملي عيط لك لا شوفي راه تجمع لي الكرا وراه تجمع لي الصير على الاقل بعدا ما عزاتنيش بداك هنايا عزاتني بغات تفهم معايا قلت لها شحال عام خدام معاهم خدام معاهم دابا هو كان مع وحدين كان معاهم في 99 كان مع وحدين ملي مشاو قبل ما يتزيد رايان ولدي خدم معايا انا ورايان ولدي دابا عنده تسع سنين دابا هادو خدام معاهم كثر من تسع سنين هذه باش ما نظلموا حتى شي واحد هذه يخدم معاها ملي تزاد راهي ولدي تسع سنين تسع سنين اما الاخرين اللي كان معاهم لا دابا هضري لي على هاد الاخرين تسع سنين تسع سنين وما عقلوش عليه ما عقلوش عليا حتى الفلوس ديال الشهر ديالو ما عط... كتخلصوا نهار خمسه حيت هو فهمتي هو مات نهار سته هي كتخلصوا خمسه ملي سمعت بالجريمه ما دازتش تما تب... حتى خلاصو ما عطاتوش ليه يعني كتشوف الظروف يعني كون عطاتني هذوك الفلوس بعدا كانت ده... كتعطي الشهر كدير لي 50 انا كان في راسي 40 ولكن ملي مشيت تسولت قالوا لي الناس 50 انا كانت في راسي 40 مسكين تيجيب ديك 40 تيخلي لي هو ديك ال10 اه هو داك الشيء اللي كاين ايوا راه تا هو خصو باش كان انا اللي كاينه بالصدق انا اللي كاينه كنقول لك دابا ملي المهم ما عليناش قلت لها المهم دير هاد الوليدات ديرهم بحال وليداتك قلت له عطيني غير حساب واخا هو راه ما عندوش الوراق ديرهم بحال وليداتك وعطيني غير حساب وتا انا واخا نرهن لولادي ولا ندير غير باش نصير بعد هاد الايام اللي شاده حق الله داكشي يتقول لي انا ماشي مورات الارض انا مسؤوله قلت له ودوي ويليام مع الناس المسؤولين يدير معايا حل هي تقول لي يا واخا قالت لي حتى ان شاء الله ملي عيط لها الغد لقيتها بلوكات لي النمره بلوكاتني كل سهوله كل سهوله بحال هاد السيد عمره ما ضربت نهار معاهم ما خلصت تا واجب ديالو الشهري ما عطاتوش ليا يعني ما عندوش وراقي صافي ضاع مشى ومات المشكل عندها تما وكاينين الشهود وراه كاين كلشي مات في... مات عندها في العسه ديالها هذيك الارض راه راجي كان كيبرك فيها كياكل كي فيها ويشرب فيها تما وقال تما ومسامح في ولاده على قبل باش لها ارضها في الاخير مات فيها حاجه ومات بسبب انه كان كما يعني قلتي في الاخر حتى خلاص دي الشهر ديال الشهر ديالو باش ولادو دي يعيشوا ما فكرتش كاع ما فكرتش ما فكرتش دابا المشكل انا ملي دويت معاها عاودت لها ظروفي وقلت لها كاين ها كاين شي يكون الانسان عنده وإنسان عنده راه ما تيسمحش حقه طبيعه الحال حنا والله معانا والله ما نكذب لك انا راه عيني دابا والله ما بقيت كنقدر نشوف فيهم مزيان بالضغوطات نهار وقع المشكل قسما بالله عيني دابا خصني ندوز عليه يعني. كتجيني الضبابه قسما بالله الضبابه دابا على عيني يعني. كتجيني حيت حنا ما غنظلمو حتى شي واحد وقديم تما ولكن هاد السيد خدم مع ملي تزاد راهي نولدي انا ولدي دابا عنده تسع سنين والله يهديك راه تسع سنين راه قديم كيفاش ما نظلمو بحال دابا انت كتقولي بحال خدم معاه غير البارح راه تسع سنين هو كان مع دوك راه هو قديم تما هو راه عمر تما راه وقتها دابا دوك الاولين حنا دويلينا غير على الاخرين تسع آه سنين هو معاهم آه ما استفد والو هاد السيد ما تما محروق بطريقه ويلو بشعه حتى شي واحد ما عاونك فيهم حتى شي حاجه والو شي حاجه ما كاينه والو انا كنسول معناها كنسول ما بقاش بغاو تيشوفوا فيا دوك الناس اللي كاينين تما اللي سولته كيحضر راسو يقول لي ما عرفت فهمتيني دابا في النوبه الاولى مازال كان واحد كيصيفطني لواحد يقول لي سير عندي داك السول دابا ولات كاين صافي ما بقاش هو حكا وجا واحد الراجل عيط عليا قال لي دابا تجي هنا راه مولات الارض كاينه واحد السيد بلا ما نذكر الاسم ديالو قال لي جي دابا راه مولات الارض كاينه هنا جي باش تشدي حيو راه هي باغا تجي دير عساس هنا مشيت شدي الطاكسي حمر كنجري شدي الطاكسي حمر ملي وصلت لقيت الله يرضي مرات طوموبيلاتها ومشات وقسم بالله النقطه نسيت ما قلتهاش لك ما شافنيش انا حتى ما شافتش فيا البيرو ديالها كاين تما واحد صيفطني عند واحد واحد غارديان صيفطني عند غارديان اللي كيحط طوموبيلته عندها قال لي قول له صيفط سيري عنده قول صيفطك فلان باش يديك عند البيرو ديالو وتفاهمي معاها اييه قال لي على قبل دوك اليتامى ملي مشى عند قال لي ما نقدرش قلت له ما عرفاش البيرو ديالها فين كاين ما عرفاش البيرو ديالها راجلي اللي كيعرف في البيرو كيعرف كلشي شي واحد في صحابو شي واحد واحد قلت لك ما بقى كيشوف كي فيا وحنا كاع مع الزمن مرة كو مرة نهار بنادم واكل نهار المهم فيض الله وصافي انسان راه كي دايرين الحمد لله حمدنا الله شوية على اللي كانوا شوية الحمد لله شوية الحمد لله الحمد لله عم. غير بنتي اللي ما رجعتش مدرسة إيمان ما رجعتش كتقرا في قطرية ما رجعتش هاد الشي اللي كاين خاصها ترجع ما بغاتش أزمة باقا مأزمة شوية إيوا هاد اللي كاين لا لا لله المهم الدري والدريه راه شويه واخا الدري باقي معصب شويه المهم الحمد لله ماشي كما كنا الحمد لله الحمد لله ربي كينزل العفو من عنده كينزل الصبر الحمد لله, لله, آه لله, لله. لله. حيت كتستحقي ان المحسنين يعاونوك لان عندك واحد الظروف اللي هي صعيبه وتنشوفوها بعينينا ماشي عودنا على شي واحد ارمله ثلاثه الوليدات كلهم قاصرين كتعيش واحد الظروف ماساويه حنا غنوريكم البيت فين تتعيش هذه المرأة شنو النداء اللي بغيتو توجهي للمحسنين شكوني بعد الناس اللي عاونوك المرة عاونوك الناس الحمد, الحمد لله. لله الحمد لله كنشكرهم بزاف الناس اللي وقفوا معايا كنشكروا الناس اللي وقفوا معنا ماديا ومعنويا ارحم لهم الوالدين وكنطلب من الناس هما كيشوفوا في الوضع ديالي غير واخا زعما غير المسكن هو اللي مهم للوليدات ما قوت لي باش م... باش معطى الله ندير ربيع وشريه ونجيبو دابا لحد الان انا كنفكر شي حاجه والله العظيم كنفكر ملي وقع لي هاد المشكل وانا كنفكر لدرجه أنا, أنا ولادي شحال من حاجه باغينها الكتوبه هذه شحال من حاجه المهم الحمد لله واحد السيده عاونتني مسكينه الله يسر الامر ها شرات لك التراري وكل شيء الحمد لله الله يخلف عليهم وحمدنا الله وشكرنا الله يخلف لي شي حاجه عطاها الاخرته الله يرحم لي من الوالدين حبيبتي ايوا كنطلبوا الله نطلب الله يكون واقف معنا ومع جميع المسلمين امين يعني حنا غير سبب الكمال على الله سبحانه وتعالى <applause>